جديد ديالي هو أغنية بعنوان جات معاه، غادي تخرج في أول شهر جوج مع المنتج توفيق العالمي، كاتب الكلمات عدنان أمصغار، إلحان صلاح الدين مجاهد، وتوزيع طارق الحجيلي زائد مدارة في الماسترينج، وإخراج حسن قرفتي. انا البدايه ديالي بديت كنغني بحالي بحال اي مغني في الدار، كنغني للدار تيقولوا لي صوتك زوين، دخلوني للمعهد في سن صغير، تعلمت الموسيقى لحقه وطريقه كما تيقولوا، درت الاله العود، درت موشحات سولفيج، فبديت بحال هكاك. كان حدود ديالي في الموسيقى هو المعهد، فما كنتش كنبغي نمشي مثلا، ما كنتش كنبغي نشارك في اي بلاصه ولا نغني في اي بلاصه غير باش نغني. كنت كنقول لا بلاتي نتكون موسيقيا ودراسيا، وديك الساعات نمشي ان شاء الله الى كتاب مثلا شي بروغرام ولا شي حاجه كما كيديروا الاصوات كاملين. ولكن جات الفكره ديال انني نشتغل مع المنتج توفيق العالمي ومع الفريق ديالو يعني باحترافيه كبيره، قلت بوركوا با، يعني غتسهل عليا بزاف الحوايج، وغادي ندير شي حاجه اللي هي ديالي، سينجل ديالي، ماشي كوفر ولا شي حاجه. وجاتني فكره زوينه احسن كاع من البرامج هي هذيك باش خدمت العمل ديالي هو شكرا، وكان هو اول عمل وخدمته مع تقريبا نفس الفريق ديال الاغنيه الثانيه في اختلاف المخرج زاكي. كان ماشي على الرجال، كانت واحد القصة ديال واحد البنت اللي تخانت وكتقول لي شكرا حيت خنتيني، انا راه كملت حياتي وما بقاتش واقفه على واحد لا بيرسون اللي ما كتستاهلش مثلا الحب ديالها. الام ديالي ماما الله يخليها ليا ديما كانت كتقول لي انا باغاك تكوني ان شاء الله في داكشي اللي كتبغي في الغناء في الموسيقى، في داكشي فاش كتبدعي، وخصوصا كذلك سورتو اختي، وهذا يعني ما بتيت فامي، وعمتي عمتي كانت من اكبر المشجعين ديالي، اللي هي اللي كانت سبب نيت فاش دخلت المعهد الموسيقي، هي اللي دخلتني وشجعتني مني كنت صغيره، وحتى ملي حطيت اول عمل ليا كانوا كاملين فخورين بيا. صراحه يعني فاش تربيت وفاش تعلمت هو اللون الطربي القديم يعني، ولكن هادشي ما كيمنعش انني كنغني تقريبا جميع الالوان الموسيقيه العربيه، ف ولكن اللون اللي كنمشي معاه وكيعجبني بزاف فهو اللون الطربي. كما قلت لك في الاول باللي كانت عندي الفكره ديال انني نشارك في برنامج اللي كانت غتختصر عليا بزاف د الحوايج، وانني نتعرف في الوطن العربي، هي الفكره اللي كانت عندي يعني اول فكره بقات مرسخه ليا في بالي ملي كنت صغيره. ولكن زعما فاش قلت لك خدمت مع المنتج توفيق العالمي وشفت الافكار متقاربه ديال بيني وبينه، قلت باللي ما كاينش لاش داك البرامج، لانني صافي دخلت بالعمل ديالي باحترافيه، دونك ما كنظنش انه غادي تكون شي حاجه زوينه الى عاود شاركت. الفنان اللي زعما ما نكرهش انني ندير معاه ديو سعد مجرد، تبارك الله عليه وصل للعالميه وفنان اللي نجح في الفن ديالو، وما تكرهش انك دير معاه ديو ان شاء الله. اللوك ديالي زعما من شحال هادي وانا دايره بحال هكا، يعني ملي كنت صغيره كاع شعري بوكلي، ف ما عرفتش علاش شبوني بشكل، وقال لي حيت شعري صفر صبغتو داكشي علاش، ما عندي بها حتى شي علاقه لا في الشبه لا في حتى حاجه، يمكن تشابوش هو هي صوتها تقريبا تبارك الله، زعما كتغني الغربي وانا نغني العربي، يعني ما كاينش واحد التناسق بيني وبينها، ولكن الا شافوني كشبه شاكر اشنا نقول لهم ليام مازال تجيبك حتى البيني ذي ونفكرك بعيبك من تاني نقول لك شكرا حيت علمتيني في الدنيا كاين جوج
اللي خونو اللي بغيني من تاني نقول لك شكرا، وانا حسبتك انت هو محبوبي، طلعت الخاين اللي خبه لي مكتوبي، وانا حسبتك انت هو محبوبي، طلعت الخاين اللي خبه لي مكتوبي، من تاني نقول لك شكرا شكرا.